بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ امت کا مان ہیں یہ اصحاب خیر ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أعوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائل فضيلة الشيخ المفتي رشيد الدين فقيه الأصل محمد أولياء حسين البرتاكوري حفظكم الله وأكرمكم في الدارين حدثكم شيخكم الشيخ مقدس آلي البرغتي عن فضيلة الشيخ شيخ العلم حسين أحمد المدني والشيخ فخر الدين المرادابادي رحمهم الله تعالى فضيلة الشيخ أختر الدين الساتكي حفظكم الله تعالى حدثكم الشيخ محمد طاهر آلي الطاهبري عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ مدير الجامعة مراقب الهيئة للجامعة القومية بنغلاديش يوسف أحمد الخادماني حفظكم الله ورعاكم وأدام فيوزكم فينا حدثكم الشيخ رياسد آلي السخزياوي عن فضيلة الشيخ إمام الأصري أنور شاه الكشميري حدثكم الشيخ عبد الحق الجتجامي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المعقر عن شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني رحمهم الله تعالى وهما يرويانه عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانتوي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الحافظ الشيخ إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي العثماني
قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي عن الشيخ السراج حسين بن المبارك الحنبلي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ الإمام الجليل الكريم الحافظ الحجة حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلدزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وفيوزهم أجمعين آمين يا رب العالمين قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن هزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.